الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لشهدائنا شهداء السودان. تحية والتقدير لكل إخواننا المرابطين في كل بقاع السودان يزودون عنه ويدفعون عنه شرور الأعداء. نحن طبعا سعيدين جدا بأننا نجيكم في فرقة الأولى، وهذه فرصة طيبة أنه نيابة عن بقية منسوبي القوات المسلحة نشكر أهلنا في ولاية الجزيرة على دعمهم ومساعدتهم ووقفتهم اللي ما انفصلت من وقفة الشعب السوداني دعما للقوات المسلحة. أنا قصدت من الأول أشكرهم، أهلنا كلهم، لأنه فعلا قدموا دعم كبير جدا لمؤسسة الجيش ولهذه الفرقة الناشئة اللي نحن نعتبرها هي فرقة ما كانت أصلا معدة من الأول لأنها تخوض معركة. لكن بعزيمتكم أنتم، عزيمة قادتكم ودعم المواطنين في الولاية، استطاعت أنها الآن تؤسس لقوة مقاتلة تستطيع أنها تدافع عن السودان وتدافع عن ولاية الجزيرة وتسند. احنا بنحييكم، نحيي كل أخوانكم. احنا قاعدين قدام وشوفنا الناس اللي جونا من بداية المعركة، من بداية معركة الكرامة، المتحركات الجاد عالية من هنا كلها، كل الناس الفرقة الأولى كانت داخلة فيها، سندوها دعموها ومشوا معاها، والآن موجودين في كل مكان يقاتلوا القوات المسلحة. نحن حنعمل جاهزين كأنه نزيد بيكم والجاهزية حقتكم، نزيد بيكم التفاضل القتالية مع القيادة الموجودة هنا والقيادة في الخرطوم، نعيد لهذه الفرقة ونمكنها من أنها تبقى قاعدة بتاعة انطلاق لتحرير بقية السودان إن شاء الله. نحن طبعا تلقينا تنوير كامل ومفصل عن أحوال الفرقة وعن أحوال الأمن في المنطقة، وسندعم الحلول اللي بتمكن الفرقة من أنها تقوم بواجباتها، وسندعم جهود المواطنين اللي ما بخلوا وقدموا قرابة 40,000 من المستنفرين لدعم العمليات في القوات المسلحة. لتأهيل هذه القوات والاستفادة منها، لأنها كما ذكرت تبقى نواه انطلاق لتحرير كل شبر اندس فيه واحد من المرتزقة. معلوم لدى الجميع أن المريض الدعم السريع أصلا ظلوا منذ بداية هذه الحرب ينخروا في الوحدة الوطنية حقت السودانيين، وظلوا ينتقوا القبائل وينتقوا العشائر ويتدخلوا في اللحمة الوطنية السودانية. أصلاً نحن نقول لهم سودانيين مستحيل أن أنت تغريهم بالجروش عشان تنال من وحدتهم الوطنية. السودانيين مستحيل أن أنت تغريهم في عددهم. واحدة من المناطق اللي استهدفوها منطقة الجزيرة، جزيرة فيها تنوع سكاني وتنوع قبلي كبير. ونحن نقول لهم الاستنفاء
الاستثمار اللي حصل ده 40 او 50 الف ريال دليل كافي على وحده وتماسك السودانيين. ايضا رساله لمتبقي متمردين الدعم السريع، انتم بكل اسف مقادين ورا نفرين او ثلاثه بتخدم في اجنده شخصيه لاشخاص ما عندهم هدف غير ان يرموا طبعهم للسلطه في مجموعات ثانيه قد تكون مسانده هؤلاء البشر. يعني بقول لهم ما في زور حيصل للسلطه على اشلاء جمايم السودانيين الا انتهوا كل السودانيين. وإذا في زور ثاني فاكر انه حيكون مضمون للسودانيين عشان يحكمون بعد الصاروخ من ده انه لو انت غلطان الا تنتهي من الناس اللي قاعدين ده تنتهي معكم. لكن انت قتلتني ونهبتني واغتصبت اولادي وشدت بيت يا ريت تحكمني ثاني كيف بهذه الطريقه نزحتني واغتصبت ارضي. الكلام ده يفترض انه الناس اللي بيدعموا التمرد والله واقفين معاه وخاصه السياسيين يؤمنوا بهذا الامر. هم لازم حيكونوا مفروضين زي الشعب السوداني ما لفظ المتمردين حيلفظوا هم ذاتهم اذا استمروا في دعمهم ومساندتهم لهذا التمرد. التطورات كلها شايفينها الأخيرة يمكن أنا بكل أسف بقول أن والله إحنا مشينا بقلب مفتوح عشان نتفاوض وعشان نصل للسلام. الشعب السوداني لن تكون مقبولة. مفاوضات ما فيها نهاية لهذا التمرد، مفاوضات ما فيها خروج نهائي من مناطق القتال ما حتكون مقبولة. نحن كسودانيين نفتقر من هذا الشعب حقنا نحن، لكن بكل أسف جزء كبير من مكوناتنا أصبحوا الآن يتسولون في عواصم العالم عشان يوجدوا الحلول. نحن موجودين هنا والشعب السوداني موجود هنا، دار الحلول تعال اقعد معانا هنا، تعال اتكلم معانا هنا في الحلول. ما نحن جايين برا ولا نحن حطوا محفوظهم علينا ولا نحن حاطين الدور على الشعب السوداني. الحل عند الشعب السوداني هنا، دار تحل دار تحل، تعالوا مع السودانيين الموجودين هنا اللي انضربوا ونزحوا وبعدين هسه مدري دي غريب 5 6 مليون ناس موجودين هنا في مدري ومستوى في شخني وفي عبره وفي كل مدن السودان وعشرات مثلهم طلعوا خارج السودان برا من الجنين ومن زالنجي من كل منطقه. اذا انت دار السلام داير تتكلم في مستقبل السودان تعال تتكلم مع الناس اللي واضحين الجمره، تعال اقعد معاهم شوف الحلول اللي بتطلع منهم. احنا برضو واحدة من الادوات اللي احنا ما قبلناها بعثة اليونيون تانكس، يعني طبعا بنفتكر انه العالم استجاب برغبتنا في اننا ننهي وجود هذه البعثة. احنا لا نرفض العمل مع الامم المتحدة ولا نرفض التعاون معها، لكن تجدر بعثة محايدة تساعدنا في اننا نعيد الامن واستقرار السودان. اي بعثة او اي مندوب يجي هنا في السودان ويحاول انه يصطفي فئه او يصطفع فئه حتما لن يكون مقبول. يعني الواحد من المسؤول او من ممثل الامين العام الجديد، لكن بنقول له برضه عندنا رساله قبل ما تجي السودان، اعرف انه انت جاي عشان تعين كل السودانيين ما عشان تعين فئه محدده او مجموعه محدده. اذا كان وقفت في صف واحد ضد الاخرين مصيرك حيكون مصير من سبق. على العموم نحن تاني بنكرر للشعب السوداني انه هذه المعركه معركه الكرامه لن تنتهي ولن تتوقف الا بنظافه كل السودان. وهذه المعركه ما معركتنا نحن برانا، اصبحت معركه كل السودانيين.
أصبحت معركة الشعب السوداني، أصبحت معركة فعلا لاستبداد كرامة السودانيين. نحن كلنا مع مواطنينا، مع شعبنا المؤمن بوحدة السودان، المؤمن بالقضية السودانية. سندمر هذا العدو وسنسحقه وسنغزف كل من يعين إلى مقبل التاريخ. لكم التحية ولكم التقدير، وإن شاء الله الفرقة الأولى تبقى قاعدة لتطهير جنوب الخرطوم وتطهير الانطلاق إلى